اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. امبارح او يوم الاربع اللي فات انا كنت اتكلمت عن موضوع النجم مصطفى عسل رقم 3 على العالم في الاسكواش. الحقيقه دايما تعلمت ان لما اجي اتكلم من كل الاطراف او اخد راي كل الاطراف في موضوع. المره اللي فاتت كان معانا راي الكابتن مصطفى والجزء الخاص بالكابتن مصطفى. النهارده عرفت تفاصيل كتير لازم اقولها لحضراتكم. مسؤولين كتير كلمونا عن ان مصطفى كان حاصل على دعم كبير من البنك اللي كان راعي للاتحاد او راعي الاتحاد المصري للسكواش من 4 سنين، والبنك شجعه لان البنك بيرعى مواهب كثيره جدا. ولي امره وقع عقد مع البنك ثم طلب فسخ الرعايه لانه وجد راعي اكبر، والراعي ده اشترط انه يكون راعي بمفرده، راعي المصطفى بمفرده بدون البنك. فالحقيقه البنك في ذلك الوقت على الرغم من انه كان تم الاتفاق وتم التوقيع، ولكن البنك حرصا على مصلحه مصطفى تم فسخ العقد علشان مصلحه اللاعب، ورفض البنك فرض اي عقوبه عليه لانه لم ينفذ عقده، وده كان من حق البنك ان هو يعمله. بالمناسبه البنك مش راعي رسمي للسكواش في مصر كما يشاع، بل أنه أحد الرعاة، وعلشان كده لا مانع من وجود رعاة تانيين. يعني البنك دايما ليس له وصاية أو أي حاجة تخص اتحاد كرة السكواش أو اتحاد السكواش. اتحاد السكواش عندما يتخذ قرار بيتخذ القرار اللي بيراه مناسب للسكواش بعيدا عن الرعاة. طبعا يعني كان في زعل في البنك الحقيقة من كلام أسرة كابتن مصطفى. يعني اتقال لي برضو او انا عرفت الحقيقة ان هو في احد البطولات حصل سوء تفاهم ما بين مصطفى ومسؤولي البنك او احد اقارب مصطفى ومسؤولي البنك. والبنك الحقيقة برضو لما جيت سألت لقيت ان البنك كان راعي لمصطفى من وهو صغير. يعني في الوقت اللي كان من المفترض ان البنك ما ياخدش اي حد او اي ناشئ ويرعاه، ولكن لانهم شافوا ان مصطفى له توجه جيد وان هو الفتره الجايه هيبقى نجم كبير وهذا الكلام، فالبنك على الرغم من عدم وجود ما يتيح ليهم ان هم يبقوا رعاه لناشئين، ولكن البنك قدر ان هو يبقى راعي لمصطفى في وقت صعب جدا وقدر يكمل مع مصطفى. حاجه تانية برضو مهمه جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، البنك ليس له اي صله بالاتحاد الدولي، لانه كان في وسط الكلام كده اتقال، مش وسط كلامنا، في وسط الكلام اللي بيتقال بقالنا 4 5 ايام من ساعه ما فتحنا هذا الامر، ان البنك كان له راي داخل الاتحاد الدولي. وده الحقيقه انا ما اعرفش يعني ايه بنك يبقى له راي داخل الاتحاد الدولي، انا عمري ما سمعتها في التاريخ. او ازاي راعي يبقى له دخل في ان يكون توجهات معينه على لاعب مثلا، واي عقوبات كان بياخدها مصطفى في ذلك الوقت لم تكن هذه العقوبات عن طريق البنك ابدا، ولكن هي عقوبات خاصه باللاعب، اللاعب ده او غيره او غيره او غيره. فما فيش راعي يقدر يغير قرار بنك، كانت دي برضو يعني حاجه غريبه جدا. وعموما البنك الحقيقه خلال الفتره السابقه والفتره القادمه هو سيظل راعي للسكواش في مصر ويحافظ على هذه اللعبه بوجوده دائما مع الاسكواش. انا بس حبيت اقرا او اوري لحضراتكم الموضوع من كل الجهات. يوم الاربعاء انا خدت الموضوع من جهه، والنهارده انا باخده من الجهه الاخرى، وبالتالي الموضوع امام حضراتكم. اتمنى ان مثل هذه الامور تنتهي، لانه في النهايه انا يهمني ايه؟ انا يهمني ان واحد زي مصطفى عسل ده لما يجي نتكلم على ان هو مصري يظل دائما مصري، لانه الاسكواش لعبة كبيرة جدا ومهمة جدا في مصر. الشرباجي تم تجنيسه، وزي ما حضراتكم عارفين القصة بتاعت الشرباجي، فمش عارفين مش عايزين هذه القصة تحصل مرة تانية. وبالتالي كل اللي احنا عايزينه أن تهدأ الأمور. ومصطفى أنا شايف أنه هو لعيب كبير جدا جدا جدا، وأنا أتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة، لأنه موضوع مهم جدا جدا. أنا بس حبيت أن أنا أوري لحضراتكم إيه اللي حصل من هذا الجانب وإيه اللي حصل من الجانب الآخر.